التسخين بالحث. في الطريقة دي الكهرباء مش بتولد حرارة، يتم استخدام الكهرباء لعمل حقول كهرومغناطيسية بدل من نقل الحرارة، ولازم يكون وسط التسخين من مادة مغناطيسية زي الحديد، ويتم استخدامه في الطبخ بالحث وفي الفرن الحثي. فرن الحث الكهرباء يستخدم ملف يمر فيه تيار كهربي لعمل مجال مغناطيسي، وعند مرور المجال في المعادن يزيد من درجة حرارته، ويستخدم لصهر النحاس والحديد والألمنيوم والذهب والفضة، ويتميز بالنظافة ولا يتسبب في تلوث البيئة، ويمكن التحكم في درجة حرارة الفرن.